السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واتمنى لكم اوقات ممتعة معي. معكم زياد هادي الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد، استاذ آلة العود والنظريات. طبعا في البداية اشكركم واشكر اشتراككم في القناة واعجابكم واللايكات الجميلة وآراءكم الجميلة والحلوة اللي هي دائما تحفزني بأنه أقوي القناة وأفيد بها كثير من المتعلمين في آلة العود، وأيضا حتى المتمرسين في هذه الآلة الجميلة واللي تاريخها قبل 2350 قبل ميلاد. اليوم عندنا موضوع جدا مهم، لأنه كثير من أصدقائنا اللي مشتركين في القناة والغير مشتركين في القناة كثير اتصلوا بي حول موضوع قراءة النوتة وكيفية قراءة التافا تي في. الآن عندنا احنا في هذا الفيديو الجزء الأول اللي هو راح يتحدث عن كيف راح تقرأ النوتة وما هو السلم الموسيقي وكيف تعرف اللي على الخطوط ما هي وعلى الفراغات ما هي. يعني لازم بالبداية تحفظ، مهم جدا تحفظ انه الخطوط وتحفظ المفتاح على الخط الثاني مفتاح صول، وما هي تسميات المهمة للنغمات اللي موجودة على المدرج والسلم الموسيقي. هاي تفيدك من جهة، ثم تدخل في العلامات الموسيقية من خلال هذا الفيلم، طبعا من خلال العلامات الموسيقية والوسائل التعليمية اللي أنا وضعتها لكم راح تشاهدوها في الفيلم القادم بعد ثواني، ومركز تركيز كامل على كيف تقرأ ومن خلال وسائل تعليمية جدا بسيطة وبعيدا عن التعقيد اللي موجود في كثير من القنوات اللي هي دائما معقدين أمور قراءة النوتة وهي جدا بسيطة. هذا بالنسبة له الجزء الأول. أما الجزء الثاني اللي هو بعد هذا الفيديو راح تشوفون أنه طريقة التافا تي في وكيف راح تصير التافا تي في اللي هي أساسا ألمانية. طبعا أنا جيتكم بطريقة جدا سهلة واللي درسناها في الجامعة ودرسناها على كثير من الخبراء الموجودين كانوا في العراق. هذه الطريقة هي طريقة عراقية اللي هي تك 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 تيكي، واللي راح نشرحها لكن بعد ما تشوفون الجزء الأول، وننتقل بعده إلى الجزء الثاني بعد هذا الفيديو إن شاء الله. تحياتي لكم وتابع الفيديو. Thank you.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.